في ندوة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله. اللقاء الأول كان بعنوان صور مشرقة من حياة المحدثين، وأما اللقاء هذه الليلة فهو الحديث عن نصرة كتاب أو صحيح البخاري الذي تعرض خلال الفترة الماضية إلى الهجوم والتشكيك في هذا الكتاب الذي هو أصح الكتب بعد القرآن الكريم. عنوان لقاء هذه الليلة صحيح البخاري ديوان السنة ومفخرة للأمة. نشكر للشيخ سعد تلبية الدعوة والحضور إلى ندوة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل. والشيخ سعد عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية، وكما تعلمون تتلمذ على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وكذلك على فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين رحمه الله، وكذلك على فضيلة الشيخ عبد الله ابن حسن ابن قعود رحمه الله، وكذلك على الشيخ عبد الله ابن عبد الله الجار الله رحمه الله، وأيضا تتلمذ على الشيخ عبد الرحمن البراك وغيرهم من المشايخ الكثر. فنشكر حقيقة للشيخ تلبية الدعوة والحديث حول هذا الموضوع. كان حقيقة هناك لقاء مع الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود، وكان بعنوان ظاهرة الهجوم على رموز السنة، وكنا نتوقع أن يكون التركيز في هذا اللقاء على البخاري، لكن بحمد الله أنه ألمح في هذا اللقاء إلماحة إلى ما تعرض له صحيح البخاري، فكان من المناسب أن يكون هذا اللقاء مستقلاً حول صحيح البخاري. هذا اللقاء كما هو معتاد ينقل مباشرة عبر صفحة الجوال الثقافي، توجد تغريدة مثبتة في هذه الصفحة. نأمل من الإخوة الحاضرين الذين لديهم صفحات في تويتر نصرة لهذا الموضوع، وأيضا خدمة لهذه الندوة، ندوة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، أن تعمل إعادة أو رتويت لهذه التغريدة. أيضا هذا اللقاء ينقل عبر قناة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل في اليوتيوب، وكذلك ينقل عبر موقع منابر العلم. أترك الآن 45 دقيقة للشيخ ليحدثنا حول هذا الموضوع، ثم نلتقي للأسئلة والمداخلات من الحاضرين. فمن لديه سؤال أو مداخلة أو اقتراح فليرسلها إلى مدير الجلسة، وليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، ففي يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة من اليوم 13 من شهر شوال من سنة 94 و100 للهجرة، ولد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري، وهو ليس جعفيا نسبا، ولكنه اكتسب هذه النسبة لأن جده المغيرة أسلم على يدي اليمان الجعفي، وعلى مذهب طائفة من أهل العلم الذين يرون أن من أسلم على يدي شخص فإنه يكون مولا لذلك الشخص، فاكتسب هذه النسبة من هذا الباب. وأما جده بردزبة فإنه كان على دين قومه من أهل فارس في ذلك العصر. أبوه إسماعيل كان من أهل العلم، وممن يروي عن الإمام مالك وحماد بن زيد
وله تواصل بعبد الله بن المبارك رحم الله تعالى الجميع. توفي أبوه إسماعيل وهو صغير، فنشأ في حجر أمه التي قامت على رعايته وأحسنت تربيته، وكان والده ذا مال فورث ابنه محمدا شيئا من المال الذي كان البخاري رحمه الله يعرف حق الله فيه، إلا أنه أيضا تعرض لبعض المحتالين أو من لم يحسنوا إدارة المال، فحصل له في هذا قصص لا نستطيع الإتيان عليها بسبب ضيق الوقت. ابتلي البخاري في صغره بمرض في عينيه فذهبت عيناه وعمي، ولكن كانت أمه تكثر الدعاء وتتضرع بين يدي الله جل وعلا أن يشفي ابنها، فرأت في المنام الخليل إبراهيم عليه السلام وهو يبشرها بأن الله جل وعلا رد على ابنها بصره، وكان الأمر كذلك. كان أبوه من الصالحين، وعرف عنه أنه قال رحمه الله تعالى: لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. وقد ورث عنه ابنه محمد الإمام هذا الورع والتقى والصلاح، فله في هذا أخبار كثيرة، وهي بحاجة إلى من يقوم بإفرادها بمحاضرة للتعريف بمثل هذا الإمام، لأني إنما أجعل هذا توطئة بين يدي هذه المحاضرة. نشأ البخاري رحمه الله في محبة العلم، ويبدو أنه بأثر من أمه رحمة الله تعالى عليها، فعرف عنه قوة الحفظ والشغف بالعلم والحرص على استثمار الأوقات، وآتاه الله جل وعلا من الخير في هذا الباب ما جعله ينبغ ويبرز على أقران عصره بشكل واضح وبين. ظهر هذا حينما كان في سن 11 أو 10، وحضر عند أحد أشياخه ممن يقال له الداخلي، فكان شيخه يحدث عن سفيان الثوري، فقال أو روى رواية عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن إبراهيم، فاعترض عليه البخاري بأدب وقال: إن أبا الزبير لا يروي عن إبراهيم، إبراهيم هنا هو إبراهيم بن يزيد النخعي. فانتهره الداخلي، يعني كيف لطفل في هذا السن أن يعترض على الشيخ، فقال له البخاري: ارجع إلى كتابك. فدخل فنظر في الكتاب ثم جاء فقال: كيف هو يا صبي؟ فقال: إنما هو سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم. فشكر له الداخلي هذا وانصاع لمثل هذا وصلح ذلك الخطأ. سئل البخاري رحمه الله لما ذكر هذه القصة، فقيل له: كم كان عمرك؟ قال: 11 سنة. ثم إنه رحمه الله تعالى في سنة 120، أي وعمره 16 سنة، حج مع أمه وأخيه، ولكنه آثر البقاء في الحجاز لطلب العلم، وذكر أنه مكث في الحجاز 6 سنوات، فالله أعلم هل كانت متواصلة بعد حجه هذا أو متقطعة، لكن المهم أنه في حجته هذه وهو في هذا السن بقي في الحجاز يطلب العلم على مشايخ الحجاز
وأما أخوه فإنه رجع ولم تذكر كتب التراجم شيئا عن أمه، هل بقيت معه في الحجاز أو رجعت مع ابنها الأكبر؟ حفظ البخاري رحمه الله كتب عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح، وعرف كلام أصحاب الرأي ولكنه اجتنبه وآثر مذهب أهل الحديث، وبدأ بالتصنيف في وقت مبكر وكان عمره إذ ذاك 18 سنة. يقول أبو بكر الأعين: كتبنا عن محمد بن إسماعيل وهو أمرد على باب محمد بن يوسف الفريابي، والفريابي هو تلميذ سفيان الثوري وهو ممن يروي عنه البخاري كثيرا، لكن كانت وفاة الفريابي في سنة 212، أي وعمر البخاري 18 سنة. فهذا يدل على أن أبا بكر الأعين ومن معه رووا عن البخاري وعمره 18 سنة، وهذا يدل على نبوغه في وقت مبكر، وقل ما يتهيأ هذا لأحد إلا لمثل هؤلاء النابغين. وعرف عنه رحمه الله أنه كان لا يكتب في مجالس الشيوخ، ويبدو أن هذه طبيعة له، فهو يجلس في مجالس الشيوخ ويحفظ ما يلقونه، ثم إذا ذهب كتب بعد ذلك، وقد تطول عليه المدة ولا يكتب، فربما لا يكتب حتى يرجع إلى بلده. وعرف عنه رحمه الله أنه قال: رب حديث سمعته بالبصرة وكتبته بالشام، وهكذا، يعني كان يتأخر في الكتابة. لكنه في بعض المجالس على هؤلاء الشيوخ استنكر عليه بعض الطلبة والأقران هذا الصنيع، هم يكتبون وهو جالس هكذا لا يكتب، فيرون أن هذا ليس بطلب علم، الذي يطلب علم الحديث لابد أن يدون. فلما وجد أنهم أكثروا من ازدرائه والتساؤل حوله قال لهم: هاتوا اعرضوا علي كتبكم. وكانوا قد كتبوا 15 ألف حديث، فأخذوا يعرضون عليه هذه الكتب، يعني يمسكون بالكتب وهو يحدثهم بما في هذه الكتب مما سمعه على هؤلاء الأشياخ، فأصبحوا يصححون كتبهم من حفظه رحمه الله. في أحد مجالس شيخه محمد بن يوسف الفريابي الذي ذكرناه قبل قليل، روى الفريابي عن سفيان الثوري بعض الأسانيد التي كان سفيان الثوري يتعمد صنعها لطلاب علم الحديث، لأنه يريد منهم أن يمهروا في علم الرجال. فروى الفريابي عن سفيان الثوري عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة حديثا، فلم يعرف الذين كانوا في المجلس هذا الإسناد حتى عرفهم به البخاري، فقال: أبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب هو قتادة بن دعامة السدوسي، وأبو حمزة هو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وله رحمه الله أخبار عجيبة في الزهد والورع والعبادة والجهاد والكرم والصدقة على الطلبة، وهي كثيرة، أنصح بمراجعتها في ترجمة البخاري لضيق الوقت الذي لا أستطيع معه الإتيان على مثل هذا. ألف البخاري رحمه الله كتابه الصحيح، لكن ذكر عن نفسه أنه ما وضع في كتابه الصحيح حديثا إلا اغتسل قبل ذلك وصلى ركعتين، واختار كتابه هذا من 600 ألف حديث، وألفه في 16 سنة، وقال: جعلته حجة فيما بيني وبين الله، وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته. وكعادة كثير من أهل العلم ممن يبتلون ويمتحنون، فإن البخاري رحمه الله قد امتحن، وهذه ضريبة مثل هذه الشهرة التي تحصل، فإنه قدم مدينة نيسابور وقد طبقت شهرته الآفاق، ف
فاستقبله أهل هذه المدينة، وممن استقبله شيخه محمد بن يحيى الذهلي، وكان إماما في هذه المدينة. فلما قدم المدينة اجتمع عليه طلبة العلم، حتى إن البيت الذي كانوا فيه لم يستوعبهم، وصعدوا في السطوع في كل مكان، وانجفلوا عن محمد بن يحيى الذهلي. وهذا أمر ليس بمستغرب، لأن الغريب دائما تتشوف له الأنفس، وربما لا يطول بقاؤه في هذا البلد. فلما انجذب الناس إلى البخاري، كأن محمد بن يحيى حصل له بعض الأثر من مثل هذا، مع أنه كان في استقباله وكان يثني عليه ويعرف له فضله رحمة الله تعالى على الجميع. ثم إن بعض الطلبة الذين فيهم شيء من العجلة وعدم الأدب في مجالس الشيوخ أخذوا يسألون البخاري عن بعض المسائل المتعلقة بفتنة ذلك العصر، وهي مسألة خلق القرآن، حتى قالوا: ألفاظنا بالقرآن هل هي مخلوقة؟ فالبخاري رحمه الله رأى أنه بين أمرين، مع علم أنه دافع هذا السؤال وامتنع من الجواب عنه مرارا، فألح السائل عليه. فالبخاري رحمه الله أجاب بالجواب الذي يدين الله جل وعلا به، وذلك أن اللفظ بالقرآن يتضمن أمرين: الأمر الأول فعل العبد، وهو ذلك الصوت، والأمر الثاني الملفوظ، وهو القرآن. فالبخاري بيّن أن أفعال العباد كلها مخلوقة، وبيّن بأن القرآن ليس بمخلوق، ولكن كعادة الفتن التي تعمى فيها الأبصار، وربما كان لأصحابها بعض المآرب، فإنهم أشاعوا عنه رحمه الله تعالى أنه يقول بخلق القرآن، وبلغ ذلك محمد بن يحيى الذهلي فثار عليه، وكثر القيل والقال، حتى اضطر البخاري إلى ترك نيسابور والرجوع إلى بخارى التي ولد فيها رحمه الله تعالى. كان أمير بخارى خالد بن أحمد الذهلي، وقد أحسن إلى البخاري في بادئ الأمر واستقبله استقبالا حسنا، ولكنه بعد ذلك طلب من البخاري أن يأتي إلى بيته ليقرأ على أولاده الصحيح وكتاب التاريخ. فالبخاري قال: أنا أجل العلم عن أبواب السلاطين، وإن كان لأبنائك حاجة في سماع الصحيح فليأتوا إلى المسجد وإلى حلق العلم فليسمعوا الصحيح أسوة بغيرهم، وأما أن أذل العلم فآتي إليك فهذا لا يكون. فغضب الوالي وبدأت الوحشة بينه وبين البخاري، فوجد البخاري أنه مضطر إلى الرحيل أيضا عن هذا البلد. رحل عن بخارى وقد ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، واتجه إلى مدينة خرتنك، وهي من قرى سمرقند، وكان فيها بعض أقاربه رحمه الله. ولما أحس بما أحس به من هذه الوحشة، دعا الله جل وعلا أن يقبض روحه، فاستجاب الله دعوته، وتوفي ليلة السبت، وهي ليلة عيد الفطر، من سنة 56 و200 رحمة الله تعالى عليه. روى عنه صحيح هذا الكتاب الصحيح وكتبه الأخرى عدد ممن تتلمذ عليه، وهم كثر، حتى قال الفرابري إنه سمع معه الصحيح من البخاري 90,000 نفس. لكن الروايات التي أثرت للصحيح فقط، وأما باقي الكتب فلها رواة آخرون. هؤلاء الرواة 5، وهم محمد بن يوسف الفرابري، و
إسماعيل بن الحسين الحسين بن إسماعيل المحاملي وحماد بن شاكر النسوي وإبراهيم بن معقل النسفي وأبو طلحة منصور البزدوي. فهؤلاء من أشهر من رووا صحيح البخاري، وإن كانت الرواية التي اشتهرت كثيرا ووصلت إلينا هي رواية الفيربري رحمه الله تعالى. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، إلى آخر الحديث. وجاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله نرى أنه من هؤلاء الحواريين ومن هؤلاء المجددين الذين ألقى الله جل وعلا في نفوسهم ما ألقى من محبة نصرة هذا الدين والقيام على خدمته والتضحية بكل غال ونفيس والصبر على ما يطول الإنسان في هذا الطريق، مثل ما رأينا من محنته رحمة الله تعالى عليه. والمجددون في حياة الأمة كثر، على رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حينما وقف في وجه أهل الردة وثبت الله به الإسلام، وغيره كثر، ومن جملتهم الإمام أحمد رحمه الله الذي وقف في وجه فتنة خلق القرآن والقائلين بها ونصر الله جل وعلا به السنة. ومنهم أيضا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى الذي جاء في وقت كثرت فيه البدع والمخالفات فنصر الله به العقيدة والسنة. ومن آخر من رأينا من هؤلاء المجددين شيخ الإسلام أيضا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي جاء في عصر دخل الشرك على كثير من الطوائف، نسأل الله العافية، وحصل ما حصل وكلكم تعرفون سيرته. فالبخاري واحد من هؤلاء المجددين، وإنما ذكرت نبذا، وإلا في المجددون في حياة الأمة كثر رحمة الله تعالى عليهم. كان ينبغي للأمة أن تفخر بصحيح البخاري، وقد فخرت في السابق، لكن أنا أتكلم على أهل هذا العصر. وإلا فتاريخ الأمة شاهد على فخر الأمة بهذا الصحيح وبصنوه الآخر وهو صحيح مسلم وبقية دواوين السنة أيضا. ويتجلى هذا في تلك الخدمات الجليلة التي حظيت بها هذه الكتب، على رأسها صحيح البخاري، سواء من حيث الشروح الحديثية أو بيان الغريب أو خدمة الرجال أو الأطراف أو الكلام على المبهمات والمهملات في هذا الكتاب أو غير ذلك من أنواع الخدمات التي قدمت له وما أكثرها. ولعل بعضكم رأى صورة أعجبتني حينما صور أحد طلبة العلم جدارا بأكمله فيه أدراج مكتبة، في جدار بأكمله كل هذه الكتب تتعلق بصحيح البخاري، يعني تكاد تكون مكتبة بأكملها تتعلق بصحيح البخاري. فهذا من فخر الأمة بهذا. ولذلك كانت الأمة لا تقبل أن يتطاول أحد على هذا الكتاب ولا على غيره أيضا من كتب السنة، ولكن صحيح البخاري كانت له مكانة عجيبة جدا. وقد ثارت في سنة 1385 ثائرة من قبل مجلة العربي التي كانت تصدر في الكويت، حينما كتب أحد الكتاب كتابا يتنقص فيه صحيح البخاري ويتهجم عليه،
فثارت الأمة بأسرها في ذلك الوقت، وأصدرت جمعية الإصلاح في الكويت كتابا جمعت فيه هذه المقالات وردود الأفعال في العالم الإسلامي كله، وهذا موجود يعني بإمكانكم أن تروه في النت. ومثل ما قلت يعني العنوان أعجبني حينما اختاره الشيخ عبد الله جزاه الله خيرا، ورأيت أنه يتفق مع كلمة وللأسف أنها لأحد أعداء الإسلام وهو المستشرق أو أحد المستشرقين مرج اليوث، نعم المستشرق مرج اليوث، حينما قال ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم، ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. لو كان هذا الكتاب عند هؤلاء المستشرقين وأعداء الإسلام لرأينا كيف يحتفون به، ولكن حينما يكون بأيدي أمة عابثة مثل ما نراه من هذه المهازل في هذا العصر فإنها لا تستحق أن يكون بين ظهرانيها مثل هذا الكتاب، إلا من قل وندر من أمثالكم إن شاء الله تعالى وفي الأمة خير. لكن أنا أتكلم عن من يمكن أن يتحدثوا عن صحيح البخاري بمثل ما سمعناه، أو من يتأثر بهم أو يستمع لهم، وإن كانت ردود الأفعال أحيانا ربما يكون فيها خير وبركة، وقد رأينا بحمد الله تعالى من ردود الأفعال ما جعل عوام الناس يلتفتون لصحيح البخاري ويبدأون يتساءلون ويتعرفون عليه، وربما كان في المحنة منها ورب ضرة نافعة، ولكن مع ذلك لا نتساهل ولا نتهاون في مثل هذه الشبهات أو التنقصات التي توجه لمثل هذا الكتاب العظيم. كان بودي أن أذكر بعض أقوال المستشرقين وهي معروضة عندكم إذا كانت الكلمات معروضة، وهي كثيرة في الحقيقة عن بعض هؤلاء المستشرقين الذين يعترفون بقوة علم الإسناد وقوة علم الحديث، وأن الأمة الإسلامية حظيت بما لم تحظ به أمة سبقت، وهذا هو الواقع. يعني هؤلاء الذين يعترفون بمثل هذا الكلام كثير منهم هم من الطاعنين في السنة، وهم من الذين يتصيدون ويكتبون ضد الإسلام ويقدحون فيه، ولكن تأبى بعض العبارات أحيانا إلا أن تخرج أعناقها من كتابات هؤلاء. والمستشرقون هم أحد هؤلاء الطاعنين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا أردنا أن نمر مرورا سريعا على الطاعنين أو الرافضين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم من القدم ولهم شبهات، ولكن شبهاتهم نجد أنها تعود لتقديمهم العقل على النقل، تقديم العقل على النص الشرعي. ومن هؤلاء الخوارج، ومما يدلنا على هذا ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قصة تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم لغنائم حنين، حتى قال رجل والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. يقول هذا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يخرج من ضئضئ هذا
من تحقرون صلاتكم جنب صلاتهم وقراءتكم جنب قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهم الذين تطلبهم علي رضي الله تعالى عنه وقتلهم في معركة النهروان. فهؤلاء أو هذا الشانئ ما قال ما قال إلا لأنه قدم عقله على ماذا؟ على الوحي. وإلا فأي جرأة هذه الجرأة التي ينتقد فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام؟ كذلك المعتزلة عرف عنهم أنهم يقدسون العقل ويقدمونه على النقل، وأصولهم الخمسة تشهد بهذا، فكلها أصول تدل على رفضهم النص وتقديم العقل على هذه الأدلة التي تتعلق بهذه الأصول الخمسة. ولهم في هذا كلمات كثيرة، لكن لعل مما يشعر بأن المعتزلة كانوا ممن نكأ جرحا في جسد الأمة حينما قادوا تلك الفتنة، فتنة خلق القرآن، وكانت لهم دولة تمثلت في المأمون ثم المعتصم ثم الواثق حتى جاء الله بالمتوكل فرفع المحنة عن الأمة. لكن ابتلي في هذه المحنة من ابتلي، سواء الإمام أحمد أو غيره ممن قتل أو مات في السجن وهلم جر. هذه المحنة التي قادها هؤلاء وكانت لهم دولة، نجد أن مع مدرستهم خبت. فالسنة برغم ما لاقت من هذه المحن والإحن، فإنها بحمد الله تعالى على ممر العصور هي التي تظهر وتعلو كلمتها، وإن كان هناك ما يعارضها من مثل هذه التيارات. لكن نجد أن أعداء الإسلام من المستشرقين استفادوا من هذه المدرسة الاعتزالية. يتمثل هذا في، ولعله يكون معروضا في الشاشة أمامكم، من بعض العبارات التي أثنى بها بعض المستشرقين على هذه المدرسة الاعتزالية. فجول سيهر يسميهم المفكرين الأحرار، ويرى أنهم أدخلوا في المدرسة الشرعية معينا كان مقصا ومبعدا من قبل وهو العقل، ولذلك أعجب بهم وأثنى عليهم. وبطبيعة الحال لن يثني عليهم مثل هذا اليهودي الحاقد إلا لأنه استفاد من الطعون التي وجهوها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الرافضين والطاعنين في السنة أيضا الرافضة، وهم أكثر من ابتليت بضررهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في مجال الكذب ووضع الحديث. وفي الكتاب الكافي الكليني ينقل عن أبي جعفر، وهو أبو جعفر الصادق، يقول: ارتد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، المقداد وسلمان وأبو ذر. طبعا نقصد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عدا آل البيت. فإذا كانوا يرون أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قد ارتدوا، فما مصير هذه الأحاديث التي يرونها؟ بلا شك أنها لن يبقى لها محل. فلذلك هؤلاء هم من رؤوس، إن لم يكونوا رأس، الطاعنين في السنة والرافضين لها. كذلك القرآنيون كانوا قد وجدوا في صدر الإسلام ثم انقرضوا وانتهوا، ولكنهم عادوا في هذا العصر الحديث المليء بهذه الفتن. القرآنيون أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور: ألا رب رجل يتكئ على أريكته أو يكون متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. هؤلاء كما قلت وجدوا في البداية خاصة في بعض طوائف الخوارج، ولكنهم انقرضوا لأنهم لا يملكون مقومات البقاء في ذلك العصر الذي كانت فيه السنة
قوية، فانتهوا انقرضوا، ولكنهم كما قلت ظهروا في هذا العصر، وهم لا يأخذون إلا بالقرآن ولا يأخذون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. والرد عليهم سهل جدا، وسيأتي إن شاء الله تعالى في ثنايا حديث. من هؤلاء أيضا معتزلة العصر، وهم من يسمون بالعقلانيين، وهم أبعد الناس عن العقل، ولكن هكذا جرت التسمية في هذا العصر لهم، وهم كثر ولهم مؤلفات على الساحة كثيرة، ويستهدفون بالدرجة الأولى صحيح البخاري. منهم من يستهدفه شفهيا مثل ما سمعتموه في بعض وسائل الإعلام، ولا أحب أن أذكرهم، ومنهم أناس ألفوا بعض المؤلفات، حتى إن واحدا منهم وهو جمال البنا عمد إلى 600 حديث في صحيح البخاري لا تروق لعقله، بدون قاعدة علمية ولا منهج يعتمد عليه أو يرجع إليه، فاقتص هذه 600 حديث وقال هذه الأحاديث كلها مكذوبة، حتى وإن كانت من الأحاديث المتواترة ما دام أنها لا تروق لعقله فهي مكذوبة موضوعة. وأيضا رجل آخر اسمه نيازي ألف كتابا ضخما بعنوان دين السلطان، زعم فيه أن كل حديث يتطرق للعلاقة بين الحاكم والمحكوم، مثل حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ونحو ذلك من الأحاديث التي تتعلق بولاة الأمر أو بالرعية، يزعم أن هذا كله مما وضعه علماء الحديث الذين يتقربون للسلاطين بدون قاعدة علمية، حتى وإن كان الحديث متواترا فهو عنده مكذوب موضوع. ومثله أيضا إسماعيل الكردي، وهذا رجل وقح، ألف عدة كتب من جملتها كتابه نحو تفعيل نقد متون الصحيحين، وللأسف أن هذا الكتاب يباع حتى في معرض الكتاب الذي يقام عندنا وإلى الله المشتكى. فهؤلاء يطعنون وغيرهم كثر، كلهم يطعنون في السنة من هذه المنطلقات العقلية كما قلت. والمستشرقون الذين أشرت إليهم قبل قليل، لكن المستشرقون يهدفون إلى حرب الإسلام وإلى هدم الإسلام. وأما هذه الفرق سواء المعتزلة أو الرافضة أو القرآنيون أو غيرهم، فإنما يهدفون إلى نصرة معتقداتهم والكيد لأهل السنة بصنيعهم هذا. نجد أيها الإخوة أن هذه الشبهات التي تثار وهذه الطعون التي تثار حول صحيح البخاري وهي في الحقيقة طعون توجه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة، تفتقد التخصص. والخطوط العريضة لأصحابها تتمثل في الجهل والهوى، فإذا اجتمع الجهل والهوى أو كان أحدهما فإنك ستجد أنك أمام شخصية لا تستطيع التعامل معها وفق منهج علمي، ولكن لابد من كشف هذه الأقاويل والشبهات الباطلة بطريق تحصين الناس وبيان الحق لهم. القرآن يدل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله، كما قال جل وعلا إن هو إلا وحي يوحى، هذا نص من القرآن. ودل القرآن أيضا على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة كما حفظ القرآن، كما في قوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هنا يشمل القرآن والسنة، بدليل قول الله جل وعلا في آية أخرى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالمبين غير المنزل،
لتبين يا محمد للناس ما نزل إليهم وهو القرآن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بسنته هو المبين لما أجمل في كتاب الله جل وعلا. نتساءل ونقول: هؤلاء الذين يعمدون إلى صحيح البخاري ويطعنون فيه، هل هناك من بديل عنه؟ إذا قوض صحيح البخاري فإلى ما إلى أي كتاب سنذهب؟ يعني هل هناك كتاب أحسن من صحيح البخاري؟ هذا السؤال يفرض نفسه، وكل عاقل يجد أن الجواب لا. لماذا؟ لأن صحيح البخاري على رأس الهرم، فإذا طعن في هذا الصحيح فالطعن في غيره من باب أولى. إذن المحصلة النهائية والنتيجة ما هي؟ الطعن في صحيح البخاري يعني الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا طعن في السنة فهذا يعني أنه لا قرآن، لا يمكن إطلاقا أن يكون هناك إسلام بالاعتماد على القرآن فقط. لماذا؟ لأنه ليس في القرآن أن عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 5 صلوات. هل هذا موجود في القرآن؟ هذا لا يوجد في القرآن. طيب من أين تبين لنا أنها 5 صلوات؟ من السنة. هل بين في القرآن أن الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات وأن المغرب 3 ركعات وأن الفجر ركعتان؟ هل هذا موجود في القرآن؟ إذن كيف سنعرف عدد الركعات إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل في القرآن أن الصلاة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم وأنها أقوال وأفعال إلى آخره؟ هل هذا موجود في القرآن؟ لا، لا يوجد في القرآن. إذن ترك التفصيل لهذا الإجمال، القرآن فيه وأقيم الصلاة. طيب كيف نقيم الصلاة؟ ترك هذا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فسر في الزكاة، في الصوم، في الحج، في غير ذلك من شرائع الإسلام. فإن التفصيل والبيان ترك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قوضت السنة فماذا بعد ذلك؟ فإنه لا يمكن أن يكون هناك إسلام بالاعتماد على القرآن، فسيترك القرآن ويترك الإسلام. إذن هم ضربوا الأمة، أو يريدون، وحاشا أن يتأتى لهم ذلك، لكن يريدون أن يضربوا الأمة في مقتل. فإنه إذا ضرب صحيح البخاري فمعنى ذلك أن غير صحيح البخاري من باب أولى، فلن يكون هناك سنة. وإذا لم يكن هناك سنة فإنه لن يكون هناك إسلام. وإذا كان هناك من يرضى أن يقرأ القرآن فقط ولا يعمل، فأي إسلام من هذا؟ الإسلام ما جاء، والقرآن ما جاء ليتلى ويترنم به ويقرأ في المآتم أو في الحفلات والله الله وما إلى ذلك. لا، هذا ليس هو الذي أراده الله جل وعلا لنا. القرآن هو كتاب هداية، كتاب نور، هدى للمتقين. من الطعون التي توجه للسنة خاصة في صحيح البخاري الكلام على المغيبات، ومن هذه الغيبيات التي تضمنها مثل صحيح البخاري مثل الذباب إذا وقع في شراب أحدكم، أو شرب أبوال الإبل، أو غير ذلك مما يتعلق بالغيب الذي يتميز أهل الإيمان فيه بأنهم يتقبلون هذا على أنه وحي من الله جل وعلا، وأن الذي تلفظ بهذا هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، فنؤمن به ونجله. ولكنهم حينما يعمدون للسخرية والاستهزاء بمثل هذا فإنه يتعلق بأمر ليس بالهين، ألا وهو الإيمان بالغيب. والإيمان بالغيب سواء كان في القرآن أو في السنة،
فكله من مقتضيات الإيمان ومن الواجب على كل مسلم. وإلا فإن في القرآن أيضا الحديث عن بعض الغيبيات، ذاك الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، إلى آخر الآيات. أصحاب الكهف 309 سنين ثم بعد ذلك أحياهم الله جل وعلا. إبراهيم عليه السلام ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. المائدة عيسى ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، ونزلت المائدة. كل هذه لا تتقبلها عقول هؤلاء، وما داموا عمدوا إلى الطعن في صحيح البخاري فسيطعنون في القرآن حتما. لماذا؟ لأن الميزان واحد والكيل واحد. فمن يرفض الإيمان بالغيب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فسيرفضه أيضا من كتاب الله جل وعلا. من الأشياء المهمة في هذا ما يتعلق بمنهج البخاري رحمه الله في كتابه. فحينما يتطاول من يتطاول من هؤلاء الأقزام على صحيح البخاري إنما يصطادون في الماء العكر، وإنما يسوقون بضاعتهم على جهلة وعلى أناس لا يعرفون كيف يتعاملون مع هذا الكتاب. وسألتكم بالله أيها الإخوة، هل يمكن لأحد منا أن يتقبل كلام سباك يتحدث عن القلب والطب وجراحة القلب وجراحة الأعضاء؟ يعني أتصور أنه لو صدق أحد مثل هذا الكلام لقيل له إنك سخيف، يعني كيف تضحي بنفسك وتخاطر بنفسك أو بهذا المريض باستقطابك إنسان غير متخصص؟ وهذا صحيح، لكن كيف يقبل أن يأتي إنسان ليطعن في صحيح البخاري وهو لا يعرف علم الحديث؟ إن من أراد أن يتحدث وفق منهجية علمية ليتساءل عن بعض هذه الإشكالات التي استوقفته في صحيح البخاري، فإن عليه أولا أن يطلب علم الحديث، ويطلبه بحق وليس مجرد قراءة عابرة كقراءة المجلات والصحف. فإذا تعرف على علم الحديث حقيقة فإنه سيجد أن أمامه بحر لا ساحل له مما لا يستطيع أن يتجاوزه. وإذا كان هؤلاء الأعداء سواء مرجليوثي أو غيره وجول سيهر وهلم جرة اضطروا للاعتراف ببعض الأشياء، واعترافاتهم هذه يرد بها على مستشرقين آخرين، ولولا ضيق الوقت لحدثتكم عن عجائب مما في كلام هؤلاء المستشرقين لتعرفوا كيف أن هؤلاء الأعداء يعملون بجد وليل نهار، وتخدمهم دور استخباراتية عالمية ليس خفاء ولكنه علنا. ولكن مثل ما سمعتم يعني 45 دقيقة ما عساني أصنع بها، خاصة يعني أن هناك بعض الأشياء المهمة التي أريد أن أوقفكم عليها وأسأل الله جل وعلا الإعانة. فإذا الخلاصة التي نخلص بها أنه لا بد من طلب علم الحديث لمن أراد أن يتفهم أو يتعرف على مثل هذه القضايا، وبالذات منهجية البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. للبخاري منهجية حتى بعض من يمكن أن يتخصصوا في بعض القضايا الشرعية مثلا كالفقه أو الأصول أو اللغة العربية أو غير ذلك، فإنهم قد لا يستطيعون معرفة ما أعنيه بكلامي هذا. وعلم الله أنني كاتبت بعض الجهات التي نرجو أن يكتب الله على أيديها من الخير من الجهات الحكومية في هذه البلاد وغير هذه البلاد، رغبة في أن يكون هناك خدمات حقيقية للصحيحين بالذات،
وبعض كتب السنة الأخرى، لكن على رأسها البخاري. نعم صحيح، قلت لكم جدار بأكمله مؤلفات حول صحيح البخاري، لكن مع ذلك لا يزال صحيح البخاري بحاجة إلى من يثير كنوزه ويفتش فيه ويتعرف عليه عن كثب. وعندكم بعض الأمثلة، أرجو أن يسعف الوقت في استعراضها ولو على عجل. من جملة ذلك مثلا أن الذي يعتمد عليه في صحيح البخاري هو ما يسمى المسند، لأن هذه هي تسمية صحيح البخاري، الجامع الصحيح المسند من أمور رسول، الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. لاحظوا كلمة المسند هذه، يعني يمكن بعض الناس يمر عليها ولا يدري ما معناها، أو بعضهم يعني يقول هو الذي يرويه البخاري بسنده. لا، المقصود بالمسند الذي يتوفر فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن يكون بسند متصل. فإذا توفر هذان الشرطان فهذا هو المسند، وهذا الذي يعنيه البخاري، هذا الذي يمثل صحيح البخاري. لكن البخاري رحمه الله أضاف لهذا الكتاب الناحية الفقهية، والناحية الفقهية توسع فيها في الأبواب وفي ذكر بعض الآثار التي تأتي في الأبواب. هذه الآثار التي يذكرها البخاري في الأبواب وليست على الشرط الذي ذكرناه، ليست مسندة، فإنها لا يتحقق فيها شرط البخاري بالضرورة، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، ولا يلزم البخاري فيها شيئا، ولا يلزم البخاري فيها شيء. فأرجو أن يعني يؤخذ هذا بعين الاعتبار. كثير من الناس يخفى عليهم مثل هذا، وتجدونه في مثال مذكور عندكم في قصة عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى. عمرو بن ميمون رجل مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، أسلم في وقت النبي، حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما تمكن من الرحيل للمدينة في وقت النبي، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم وليحظى بشرف الصحبة، وإنما كان باليمن. ويذكر أنه في الجاهلية رأى قردا وقردة زنيا، قصة معروفة ومذكورة، وهي إن شاء الله معروضة أمامكم على الشاشة، وأن القرود رجموا هذا القرد الذي زنى بهذه القردة في خضم هذه القصة. هنا وجدنا هؤلاء الساخرين الذين يتنقصون صحيح البخاري يأتون لمثل هذه القصة ويبدأون بالسخرية بصحيح البخاري. هذا صحيح البخاري اللي تقولون يعني تورد فيه مثل هذه الأخلوقات؟ طبعا مثل ما قيل، الذي لا يعرف الطير يشويه، يمكن طير قيمته ملايين، واحد ما يعرف له يروح يشويه. المقصود البخاري رحمه الله بهذا الحديث، أولا أين أورده البخاري؟ أورده البخاري في باب اسمه باب القسامة، وأورد معه عدة حديث، يعني هو خامس حديث في هذا الباب. الأحاديث الأخرى كلها صحيحة ولا إشكال فيها، لكن آخر ما أورده البخاري هو هذا الأثر، وهذا ليس بحديث مرفوع، وإنما هو أثر عن عمرو بن ميمون. عمرو بن ميمون تابعي، تابعي مخضرم، يعني أدرك الجاهلية والإسلام. فالبخاري رحمه الله حينما أورد هذا الحديث، هذا الأثر عن عمرو بن ميمون، قصد أولا إثبات أن عمرو بن ميمون مخضرم، ويسميه أهل العلم جاهلي، جاهلي يعني أدرك الجاهلية والإسلام، وهذا يعد من كبار التابعين، ومثله يكون قد لقي كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ليس كبقية التابعين الذين ولدوا بعد ذلك فيكون هناك انقطاع بينهم وبين بعض الصحابة.
البخاري قصد بهذا إثبات أن عمرو بن ميمون ممن أدرك الجاهلية بدليل حكاية عن نفسه هذه القصة. وبغض النظر عن ما تضمنته هذه القصة، ومثل ما ترون فيه كلام لابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث، وكلام الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغيرهم أيضا كالحافظ بن حجر وغيره، لكن يعني المقصود الإشارة فقط وإلا الإتيان بالتفاصيل غير ممكن في مثل هذه العجالة. فالمهم أن أهل العلم يقولون هذا رأي رآه عمرو بن ميمون، ولا يلزم رأيه أن يكون صحيحا. عمرو بن ميمون ليس ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يروي بسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قصة رآها أن هذا القرد الذي زنى بهذه القردة رجمته القرود. طيب، هل رجمته القرود لأنهم كان فيهم الرجم؟ من الذي يستطيع أن يحكم بهذا؟ نحن لا نقول إنه مستبعد، يعني إذا كانت تحيل عقول هؤلاء الطاعنين أن يكون هذا حقيقة، نحن لا تحيل عقولنا هذا، نقول الله على كل شيء قدير، والقرود فيهم أمة قد مسخت وما إلى ذلك، لكن العبرة بثبوت هذا الشيء. فليس هناك ما يدلنا على أن هذا الرجم الذي حصل في هذه القصة هو بسبب أنهم كان فيهم حد الرجم موجودا حتى يكون مثلا فيه هذا الموطن من العبرة. لا، الحيوانات بعضها يفتك ببعض، وعرفنا من ذكور الحيوانات شدة الغيرة، تعرفون هذا في الإبل، ها ورأيتم أنتم صور الإبل كيف يطحن بعضها بعضا. ومثل ما قيل عند أهل العلم أن بعض أهل العلم مثل التيوس في الزريبة، التيوس في الزريبة تتطاحن، والديكة ويديك، الواحد يقضي على الآخر. فالذكر يعني دائما لا يتقبل ذكرا آخر مثله، هذا شيء معروف في طباع سواء البشر أو الحيوانات، وهكذا يعني فيه غيرة منهم على خصوصياتهم وهلم جرة. فما المانع أنهم يعني يعاقبون من فعل هذا الفعل بقتله بطريق الحجارة؟ لكن بغض النظر هل هذا حد أو لا، هذه مسألة أخرى، نحن لا ننكرها ولا نثبتها لأنه ليس لدينا دليل يدل على هذا. فهذا من الأمور التي تخفى على بعض العارفين بصحيح البخاري. من جملة ذلك، وهذا في حديث ذكرته البخاري في حديث بدء الوحي، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد كرره البخاري في عدة أبواب، لكن أحد هذه الأبواب أورد فيه البخاري رحمه الله تعالى الحديث من طريق عبد الرزاق وطريق آخر، وساق الحديث بمساق عبد الرزاق صاحب المصنف. لكن حديث عبد الرزاق صارت فيه زيادة، طبعا عبد الرزاق رواه من طريق معمر عن الزهري، صارت فيه زيادة. هذه الزيادة هي قول الزهري، وكان فيما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد على شواهق الجبال ويهم أن يتردى منها. يعني الطاعن والشانئ والمبغض والظالم للبخاري يقول كيف يعني هذا فيه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يخرج البخاري هذا الحديث؟ والعجب أنهم لا يعرفون طريقة أهل العلم في سياق الأحاديث. فهذا موجود عند البخاري وعند مسلم وعند غيرهم من أهل العلم، وهو أنهم يسوقون الحديث كما تلقوه عن شيوخهم. والدليل أنه كما ترون أني أتيت بالحديث من مصنف عبد الرزاق، معروض هذا، شوف الحديث في مصنف عبد الرزاق كما أورده البخاري تماما، لأن البخاري أورده من طريق عبد الرزاق. هكذا جاءت رواية عبد الرزاق لهذا الحديث فيها هذه الزيادة. لكن البخاري حينما ألف هذا الكتاب ألفه لأناس يعرف أن الله أعطاهم عقول، ليسوا مجانين. يعني من الذي يقول إن قول الزهري فيما بلغنا يعني أنه صحيح؟ البخاري أخرج الحديث بناء على الجزء الصحيح المسند منه، كما قلت قبل قليل المسند
المسند الذي يكون بإسناد متصل ومرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. قول الزهري هذا الذي جاء في آخر الحديث هذا ليس بمسند، خارج عن شرط البخاري، لكن مثل ما قلت الذي لا يعرف الطير يشوي، هؤلاء الذين لا يعرفون علم الحديث ولا يعرفون منهجية البخاري، لا يستحي الواحد منهم أن يتطاول على مثل هذا الكتاب. كذلك أيضا فيما يتعلق بحديث تحديد سن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كما ترون أيضا في الحديث أن هذه المسألة مبنية على أنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ورد عنها من طرق متعددة، أشهرها طريق عروة ابن الزبير وهو ابن أختها، وهذا مخرج في صحيحي البخاري ومسلم، وطريق الأسود بن يزيد وهذا مخرج في صحيح مسلم، وطريق عبد الرحمن بن حاطب أو يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وهذا في سنن أبي داود، والظهر فيه غير هذه الطرق. لكن المهم أن البخاري ومسلم اتفقا على إخراج هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة 6 سنين وبنى بها وهي ابنة 9 سنين. نجد أن زوبعة ثارت، وقد تستغربون إذا قلت لكم إنه اتصل بي دكتور في علم في الحديث متخصص في الحديث وهو مرعوب ومنزعج، وكيف وكيف يعني يخرج البخاري هذا الحديث؟ يعني حاولت منه أن يقرأ، أحلته على بعض الأشياء قلت اقرأ، فرفض، يعني كان منفعلا جدا. فإذا كان هذا دكتور في الحديث فما بالك بغيره ممن يجعلون آذانهم وللأسف وعاء لهذه الترهات التي تقذفها وسائل الإعلام المأجورة. فالقصة وما فيها أن أهل العلم قاطبة مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا تزوج عائشة وهي ابنة 6 سنين وبنى بها وهي ابنة 9 سنين، تخبر هي عن نفسها وهذا مخرج في أصح الكتب بعد كتاب الله، وأهل العلم مجمعون على هذا، ما في أحد منهم خالف، ومن يقول إن واحدا من أهل العلم يخالف فليأتنا به. لكن بعضهم ذهب إلى كلمة لعبد الرحمن بن أبي الزناد وأظنها معروضة أمامكم، أنه ذكر أن أسماء بنت أبي بكر تكبر عائشة رضي الله تعالى عنها 10 سنين أو نحو كذا كذا، يعني 10 سنين. والمعروف أن أسماء تكبر عائشة 18 سنة، 18 سنة. لماذا؟ طبعا فيه طريقة حسابية، وهي أن أسماء رضي الله تعالى عنها ماتت 73 للهجرة، وحينما ماتت كان عمرها كما أخبر عنها عروة بن الزبير كان عمرها 27، كان عمرها 100 سنة. فما دام عمرها 100 سنة فمعنى ذلك أنها حينما هاجرت إلى المدينة كم عمرها؟ 27 سنة، كان عمرها 27 سنة. طيب إذا كان عمرها 27 سنة، هذا حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة حينما هاجر، يعني في السنة الأولى، يعني بعد ما هاجر بقرابة 8 أشهر بنى بعائشة، وإلا فعقده عليها كان أيام ما كان بمكة، يعني قبل ذلك بنحو 2 سنة و4 أشهر أو نحو ذلك. إذن أسماء تكبر عائشة 18 سنة، 18 سنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة 9 سنين، فاطرح 9 من 27 سيكون الناتج 18 سنة. لكن عبد الرحمن بن أبي زناد يقول إن الفرق بينهما 10 سنوات. هو ما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج عائشة وهي ابنة 9 سنين، لا،
هو الآن يقول إن الفرق بين سن أسماء وعائشة 10 سنوات. طيب عبد الرحمن بن أبي الزناد هذا من يكون؟ هذا من أتباع التابعين. طيب هل هو صحابي؟ هل روى هذا عن عائشة؟ هل روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا سبحان الله، يأتون لحديث في الصحيحين وأهل العلم مجمعون على صحته ويقدحون فيه بمقولة تأتي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، لا، وهو أيضا من الذين تكلم فيهم أهل العلم، هو مضعف من قبل عدد من أهل العلم، وفيه تفصيل بطبيعة الحال عن بعض أهل العلم يفصلون بين روايته في المدينة وروايته لما كان في العراق ولما جرى، لكن المهم أنه متكلم فيه. ومع ذلك بعض أهل العلم حملوا هذا على محمل آخر فقالوا هذا يدل إن صح على أن سن أسماء رضي الله تعالى عنها لما توفيت ليس 100 سنة كما قال عروة، وإنما 92 سنة. انظروا ما ذهبوا يقدحون في رواية زواج عائشة، لا، وإنما قدحوا في قول عروة لما قال إنها توفيت ولها 100 سنة. قالوا إذا لو صحت رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد فهذا يدل على أن قول عروة إنها كان عمرها 100 سنة ليس بصحيح، وإنما يكون عمرها 92 سنة. إذن هذا باب وذاك باب آخر، ليس هناك أحد تكلم أبدا في هذه الرواية وهي رواية عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن أصحاب القلوب المريضة يأبون إلا أن يتطاولوا على هذا الجبل الشامك وهو صحيح البخاري. طيب على كل حال بقية الحقيقة بقية لعل نحن بس 5 دقائق لأختم بها. بعضهم يقول أو يستدل بانتقاد بعض أهل العلم لبعض الأحاديث التي في الصحيحين. أيها الإخوة، ما أحد يقول إن هناك صواب 100%. كل أهل العلم قالوا إن هناك بعض الأحاديث التي انتقدها بعض أهل العلم على الصحيحين، وارجعوا لكتب أهل العلم ككتاب ابن الصلاح وغيره، يقول إن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول إلا أحرفا يسيرة، لاحظوا إلا أحرفا يسيرة انتقدها عليهم بعض أهل العلم. طيب هذه الأحرف اليسيرة هي التي استغلها مرضى القلوب هؤلاء وقالوا إن العلماء قدحوا في الصحيحين. طيب يا أخوة، هل هناك الآن في العلوم الدنيوية علم سالم من الخطأ؟ الأطباء يخطئون والمهندسون يخطئون، ولو أن إنسانا جاء وقال هؤلاء الأطباء أنا لا أعتبر بطبهم وأنا أستطيع أن أذهب وأقيم أو أقوم بعملية جراحية لمريض القلب، كيف تستطيع أن تقوم بهذا؟ قال نعم، ما دام الأطباء يخطئون فأنا أستطيع أيضا أن أشارك. هذا مثل هؤلاء الذين يتطاورون على صحيح البخاري وهم غير مختصين. فإذا لم نقبل أن أحدا يتطاور على الطب فلا يمكن أن نقبل أيضا أن أحدا يتطاور على علم الحديث، لأن هذا علم قائم بذاته أيضا. لماذا نحترم العلوم الدنيوية ولا نحترم علوم الشرع؟ بعضهم يستدل مثلا بصنيع الدارقطني وهم لا يعرفون والله ماذا صنع الدارقطني، وعندكم بعض الأمثلة وأنا أسمح أيضا أن يعطى الملف لمن أراد أن يستفيد منه لأن الوقت ضيق مثل ما ترون لا نستطيع أن نأتي عليها، لكن هذه الأمثلة التي أتيتكم بها أمثلة واقعية من كتب الدارقطني، كيف أنه يذكر الحديث في كتابه التتبع ويرجح ما رجحه البخاري ومسلم ويذكر الحديث ويتكلم على إحدى طرقه ولكنه يعترف بأن الحديث صحيح، ما قال أن الحديث غير صحيح ولكن يتكلم على علة في بعض طرقه، هو يعني الدارقطني لا يرتضيها، يعني مثلا رواية مروان بن الحكم البخاري يخرج لمروان بن الحكم، الدارقطني يعني لا يتقبل رواية مروان بن الحكم، مسألة اجتهادية، الخلاف بين أهل العلم وارد،
ما أحد قال إن الأحاديث الصحيحة كلها من أولها إلى آخرها مجمع عليها أهل العلم كلهم، لا، بعض الأحاديث يصححها بعض أهل العلم ويختلفون فيها، وبعض الأحاديث صحيح أنها لا يخالف فيها أحد من أهل العلم في صحتها، لكن يبقى أن هناك بعض الأحاديث التي قد يختلف فيها بعض أهل العلم، ولهذا تجدون أن هناك حديث يخرجها البخاري ويجتنبها مسلم، وحديث يخرجها مسلم ويجتنبها البخاري، مع أنهما اتفقا على جزء كبير من الأحاديث، لكن هناك بعض الأحاديث التي يختلف فيها اجتهاد البخاري ومسلم، وكما أنهما قد اختلفا فكذلك أيضا هما قد يختلفان مع بعض العلماء الآخرين، ومن جملة ذلك هذا أنا أوردت لكم حديث الرجل الذي قبل امرأة وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيحين، ومع ذلك انتقده بعض أهل العلم، ولكن نجد أن الصواب مع البخاري ومسلم، لأن الحديث لم يرد فقط من طريق أنس، ورد من طريق ابن مسعود ومن طريق عقبة بن عامر وهكذا. يعني المسألة فيها مثل هذا التفصيل الذي أرجو أن تقرأوه، يعني في مثل، وأيضا هذا عبارة عن عجالة في الحقيقة، والمسألة يعني تحتاج إلى وقت طويل، لا أستطيع أن أقول في هذا، لكن جميع الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري ومسلم نجد أنها يمكن أن يختزل جزء كبير منها جدا، بعضها لم يعله الدارقطني، لم يرده الدارقطني، وإنما يريد أن ينبه على أشياء معينة، بدليل أنه يوافق البخاري ومسلم على تصحيح الحديث. وما نفترضه، طبعا هو فيه مراحل وأنا بينتها، لكن ما نفترضه من اختلاف اجتهاد الدارقطني مع اجتهاد البخاري ومسلم، فإننا لا نستطيع أن نقول إن الصواب مع الدارقطني. لماذا؟ هل الدارقطني يعلم من البخاري؟ الدارقطني لا يأتي، مع فضله، يعني إشكاليتنا أننا قد يعني نتكلم بكلام قد يفهم خطأ، ليس المقصود الآن الانتقاص من الدارقطني، ولكن إذا أردنا أن نوازن بين مكانة البخاري ومكانة الدارقطني ستجدون أيها الإخوة أن الفرق بينهما مثل السماء والأرض. اقرأوا ترجمة البخاري كيف أنه احتار فيه العلماء، يعني في وقته هناك من يفضله على الإمام أحمد، فضلوه على إسحاق بن راهوية، إسحاق بن راهوية وهو إمام يعترف بفضل تلميذه البخاري، علي بن المديني يعني يعترف بفضل البخاري، ما في أحد إلا استصغر نفسه عند البخاري، يعني حالته عجيبة. لكن المشكلة أن الناس لا يقرؤون ولا يعرفون هؤلاء الأعلام ولا يعرفون مناهجهم في كتبهم، فماذا نصنع بالأمة؟ يعني حينما ينصتون لفلان وعلان ولا يعرفون حال هذه الكتب ولا حال هؤلاء الأئمة إلا الله المشتكى. على كل حال أرجو أن يكون في هذه الإطلالة السريعة ما يمكن على الأقل أن يكون مفتاحا يدلنا على أننا يجب أن نتعلم ويجب أن نقرأ ويجب أن نطلع، وأن نحذر من أن نجعل آذاننا أوعية لكل من أراد أن يقذف فيها شيئا من الأذى. صان الله إيماننا وآذاننا وقلوبنا عن كل شبهة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.